ارجع لضيفي في الاستوديو دكتور تمام، رئيس الوفد القادم إلى سوريا. الآن كنت أتحدث عن خصوصية إيطاليا من حيث الغرب، وأيضا ذكرنا عدد كبير من الدول العربية والأجنبية التي كانت في المقدمة، لكن أن تحدث خرق باتجاه الغرب، ما الذي يعني هذا؟ هذا طبعا الشيء كان كثير إيجابي، مثل ما سبق وحكينا أنه التعاون اللي أبدته السلطات الإيطالية لتسهيل هذه الحملة طبعا، يعني لمساعدة بإعطاء طائرتين عسكريتين أن تؤتي بكل هذه المعدات إلى بيروت، وبالتنسيق مع الأستاذ خالد حبوباتي رئيس منظمة الهلال الأحمر، وكان باستقبالنا ببيروت. وطبعا كنا نحن كان حاولنا بكل جهدنا أنه نجيبهم على الشام، وإنما يعني بيقولوا بداية الغيث قطرة، فيعني هيك كان كتير شيء مهم كتير. وبحب أيضا نوه لشغلة كتير مهمة، أنه أيضا رومانيا من دول الاتحاد الأوروبي صارت تجاوب مع الموضوع أيضا، وصار اتصالات بين السلطات الرومانية والسلطات السورية، وأيضا حاليا بصدد نحن استقبال مواد من رومانيا سواء على المستوى الحكومي ولا على المستوى المجتمع المدني والجمعيات الخاصة، لأنه بحكم عملي بجمعية حماية قلب الأطفال العالمية فنحن منكون بنعرف وين المناطق وين الأصدقاء يلي فعلا بيكنوا كل المحبة والتقدير للشعب السوري. ونحن كثير انبسطنا وارتحنا سواء بالتنسيق البدئي بمعرفة الحاجيات من قبل السيد السفير ومن قبل وزارة الصحة، أو من قبل التنسيق مع الأستاذ خالد رئيس منظمة الهلال الأحمر يلي كان عبارة عن مسهل كبير لأمورنا، بحيث فورا وصلت يعني القدوم من المساعدات وتسهيل من السلطات اللبنانية، أيضا تقدم لها الشكر أيضا أنه ما لم تتأخر هذه المساعدات ولا دقيقة، يعني وصلت بزمن كتير قصير. طيب شو المستقبل بهذا الاتجاه، لا سيما أنه نحن شفنا كتير من الجاليات السورية، البعض من الجاليات العربية أيضا اللي إلها فترة طويلة قبل الحرب عم تأسس لموضوع مساعدات معينة، اليوم هذا كافي أم الحجم الدمار يحتاج إلى مساعدات دولية على مستوى أكبر؟ نعم فيني سؤالي الأخير دكتور. فيني بستعيد يعني الحقيقة فيني بستعيد كلام رئيس المستشفيات، قال لازم الكل يقف بجنب سوريا، لأنه سوريا هي الطليعة الأمة العربية، ولولا سوريا لكانت سقطت الأمة العربية، وقالها بشكل صريح وواضح على الملأ يعني. فأنه يعني سوريا لازم الكل يوقف بوجهها، لازم الكل يساعدها لرفع العقوبات ولإعادة وضعها ودورها الطبيعي بالأمة العربية، وبهذا الشيء ترجع يعني حتى حكى بشكل صريح وواضح أنه الأمة العربية إذا تكاتفت مع بعضها فيها بترجع مباشرة بتلغي الحصار الاقتصادي إذا ضغطت على أوروبا أو على أمريكا. وبالتالي نحن بتصور تكاتفنا مع بعضنا نحن كسوريين وكعرب وكل إنسان حر في هذا العالم بنقدر نرفع العقوبات الاقتصادية وترجع سوريا. ربما هو الهم الأكبر الآن بالنسبة للسوريين هو رفع الحصار الاقتصادي عنهم. في نداءات كثيرة بهذا المجال، لكن اليوم بتشوف أنه الموضوع مسيس أكثر، يعني ربما الأمور لا تذهب بهذا الاتجاه، أم شايف لا في كسر من نوع ما من بعض الدول الغربية؟ بالله هل الكارثة الكبيرة اللي حلت عطيت نوع من زحزحة الأمور يعني، وبتصوري بالقريب العاجل رح نشوف شغلات مهمة، وبتصوري نحن رح نوصل لمرحلة قريبة جدا أنه بترجع الأمور على طبيعتها بسوريا. وما يعني ما فيني
نقول إلى الشكر الجزيل لكل شيء ساعدونا ولكل شيء بدون يساعدونا، لأنه بالمستقبل كمان راح تيجي طيارات أخرى أيضا، وفي بكرة رايحين مع الفريق الطبي على اللاذقية وعلى حلب تنشوف تقييم الحالات المرضية، وإذا في شيء حدا لازم ناخده على إيطاليا، وإذا حتى مو بس في بالجرحى أيضا، لأنه إذا بتسهلي أنت على وزارة الصحة المرضى الآخرين بيكون فيه الموارد يعني إذا مثلا الحالات المزمنة الحالات الصعبة اللي ممكن تنحل ببرا كمان ممكن يعني العرض للمتضررين وللجرحى الآخرين أيضا وللجرحى الآخرين وللمرضى اللي مانن الصعبة حالتهم أيضا، لأنه أعربوا عن رغبتهم باستقبال مرضى مجانا في مشافيهم الخاصة. هذه نقطة هامة جدا، يعني الإحصائيات الوضع الصحي المنظومة الصحية تحتاج فعلا حتى الكوادر البشرية ممكن أن ترفد بالمرحلة القادمة. أنا بدي أشكرك لوجودك معنا بالاستوديو الدكتور تمام يوسف رئيس الفريق الطبي الإيطالي إلى الأماكن المتضررة من الزلزال. ونحن بنشكرك كثير، والحقيقة ونتمنى لسوريا ضمن كل هذه المآسي ربما نجد قصصا تعطينا أملا بالإنسانية، عندما نجد إنقاذ لطفل، إنقاذ لسيدة، إنقاذ لشاب، وبالتالي إنقاذ لروح إنسانية تعطينا بادرة بأنه ربما يعني القادم يكون جيد لهؤلاء الذين كتب لهم حياة جديدة. من الأيادي التي ساهمت بهذا الموضوع كثيرة هي إذا كانت من الجزائر، إذا كانت من سوريا الذين هبوا، ومن لبنان أيضا كان هنالك لفتات جدا عديدة. رأينا السعادة بعيون علي مصطفى صفي الدين رئيس مركز الدفاع المدني في صور ورئيس فريق الإغاثة الذي توجه إلى سوريا منذ بداية الكارثة الإنسانية، كان له عدد كبير من الشاكرين له من الجانب السوري شعبيا على اللحظات الأولى التي التقطتها عدسات الكاميرا وهو ينقذ سيدة من جبلة، وبنجاح تصل هذه السيدة، تابعناها ضحى نور الله وابنها أيضا إبراهيم زكريا. اليوم الفريق الطبي يتحدث عنه، ما أخذ تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، عن اللحظات الأولى، عن البعد الإنساني الذي أحس به علي مصطفى صفي الدين. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور. تفضل، أنا بدي أسمع منك اللحظات الأولى، انتشال أيضا شخص ممكن أن تكتب له حياة جديدة، والحقيقة بعد أيام خمسة ربما البعض يفقد الأمل، فرق الإغاثة لم تفقد الأمل أبدا. اليوم كيف كانت اللحظات الأولى بهذا الاتجاه؟ أول شيء مرحبا. مرحب. ثاني شيء الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويوقف النزيف ببلدي سوريا. يمكن أنا جيت على سوريا بوضع حرج وبوضع مأساوي، وأنا قلت على كل وسائل الإعلام اللبنانية، كل التلفزيونات، اللي ما شاف سوريا ما شاف شيء، اللي ما شاف جبلة ما شاف شيء. يا رب يا رب يا رب، عم بحكيكي وصوتي مفقوح لأني تركت جبلة وقلبي مع جبلة وقلبي مع سوريا وقلبي مع الجرحى وقلبي مع الشهداء، والله ورحمة بنتي عم بحكيكي من قلبي ومن قلب مجروح. أنا خط حرب 2006 تموز، أنا قمت بنتي شهيدة بحرب تموز، وحياة دم الشهداء ودمك يا بنتي. إنه اللي شفته بهيدي المعركة الزلزال لضرب سوريا ما شفت، اللي شفته الشهداء طريقة الاستشهاد اللي إلهم، الرحمة اللي إلهم من عند رب العالمين، كيف البي والأم، نحن كنا بنعرف الزلزال صار الصبح بكير 3-4 بعد الأربعة ما لحق واحد يهرب. كان البي والأم متعبطين بولادهم لحتى يحموهم، بس يا للقدر ما كانوا يقدروا يحموهم. رحمة الله على الشهداء. بالمرحلة الأولى نحن كبعثة لبنانية جينا على سوريا لنبدي النداء، نداء الوطن، نداء الواجب. ثم على جبلي
جبلي هونيك استقبلونا اخواننا في الجيش السوري والدفاع المدني السوري، كنا عم نشتغل يد ليد نحن وياهم بعيد المهمه، بعيد المهمه الانسانيه، بعيد المهمه بالوقت الجراح. فتنا على سوريا بلشنا نشتغل نحن كفريق انقاذ، بنشتغل نسمع ومنشوف ومنحس، بس بدنا نبلش بالشغل، بدنا نخلي المنطقه كلها لحتى نسمع اذا في ارواح. بكل اعتقاداتنا ما بنحنا فينا نثبت انه هن كلهم شهداء، نحن بنثبت انه في ناس طيبه. مثل ما بلشنا نشتغل لفتره طويله بالشغل اليدوي، طلعنا عدد كبير من الشهداء، بلشنا نشتغل من حي لحي، نحن بناخذ من الجيش السوري، من الدفاع المدني السوري، ومن الناس القيمين على المنطقه بكل بنايه قديش فيها اعداد. ما بنترك المكان الا لحتى نطلع العدد الكافي. خلصنا من منطقة لمنطقة، وصلنا على بناية مقلفة من 7-8 طوابق، في بقلبها 36 شخص، اشتغلنا بدينا وبروحنا وبعيوننا، صرنا نشتغل هون. اللافت اللي كثير هيك عمل لي صدمة قوية لإلي، أحد العائلة اللي هي كانت مكتكفة ببعضها، ثلاث أولاد وأم وبي، معبطين ببعضهم ومشتكين ببعضهم. عملنا عملية انه قص لحتى نقدر نقيمهم، القص الحديد ورفع البطون لحتى نقيمهم، بس حاولنا نقيمهم لما قمناهم حاولنا نفصلهم عن بعض لحتى نقدر نقيمهم. هن مستشهدين ما كانوا يقبلوا يتركوا بعض. اشتغلنا بهيدا المبنى لحتى وصلنا في ايدين 4 أشخاص. بلشنا نرجع نشتغل بالجرافات بالبقلينات بس بطريقة حرفية لحتى ما نقدر نشوه بأي جثة، أو نقدر إذا في أرواح طيبين لحتى نقدر نقيمهم. بلشنا نشتغل بعد عما العملية صارت صغيرة بآخر المبنى، ليكي لوين اللي له عمر ما بتقت له شدة، بآخر المبنى في منطقة كثير ضيقة عم نشتغل، ما سمعنا صوت، ما كانوا عم بيحكوا. أشخاص اثنين أم وابنها قاعدين بمطرح عن جد شيء ما بعرف شو بده يوصف لك اياه. هيدا الشيء عم نضرب بالبوكلين، حدهم انفتحت ثيقه صغيره لحالها، انفتحت هيدي الثيقه، عم نطلع لقينا راس عم بيتحرك. ركضنا في ارواح طيبين، ما كنا نصدق، انصدمنا، كانت صدمه كبيره. تطلعي منين اكلوا؟ منين شربوا؟ منين اخذوا هواء؟ منين اخذوا اكسجين؟ منين اخذوا نفس؟ كيف؟ بقول لك انا ما بعرف. اشتغلنا فيهم لحتى نقدر نطلعهم طيبين. الحمد لله رب العالمين، هود الشخصين اللي طلعوا وقفوا نزيف الدم بسوريا. احيوا كل الشهداء الذي تشهدوا بهذا الزلزال بسوريا. فإن الصبي الحمد لله رب العالمين. شوفي لوين يا ستنا الكريمة، عم بقيمة للمرأة عم بقلها فيك تساعديني لحتى طلعك. قالت لي ايه؟ صارت تكبس بإجريها معها، تكبس بإجريها لتطلع. لما سحبتها لقيت إجرة عندها كسر مشوه بإجرة، هي وإجرة مكسورة وكسر مشوه، كانت عم تدفش بإجرة. ليكي لوين الله أعطاها القدرة وطلعت، مع إنه يعني للأسف بنتها تحت منها مستشهدة. هون الجراح، هون الصعب، هون التعب، هون القهر، هون الظلم. أنا عبرك بقول الله يحمي سوريا، الله يحمي شعب سوريا، وان شاء الله الله يوقف هيدا النزيف عن سوريا. ما بعرف شو بدي اقول لك. انا بدي اشكرك الحقيقه، عم تحكي بكثير من المشاعر، ربما بدها كثير من السنوات لحتى ترجم المشاهد يلي شفتها، الصور يلي عم تنقلها بدها كثير من التاريخ لحتى يؤرخها، لكن ايضا المشاعر مع العمل. استاذ علي، يمكن لو كان في معدات ثقيلة وآليات متخصصة كان اختلف الوضع كمنقذ؟ لكن لعلك شيء واضح كثير، نحن كفريق لبناني طلعنا معداتنا كلها معنا، من المعدات المتوسطة اللي بندينا. أنا اليوم طلبت ونشدت عبر الإعلان، في ناس كثير بتحب تتبرع وبتعمل، أنا بقول لهيدي الناس اللي بيتبرعوا من كان بسوريا أما بلبنان أما بأي دولة، فتشوا على فرق الإنقاذ وحطوا بإيديهم معدات لتلزم بهيدي الأوقات.
مين كان يعلم انه سوريا حيصير فيها هيك؟ مين كان يعلم انه في تركيا حيصير فيها هيك؟ مين بيعلم لبنان ما بيصير فيها هيك او اي دوله؟ انا بطلب من كل الناس على عبركم على مسامعكم اللي قادر يتبرع يتبرع بمعدات للجهاز لجهاز الانقاذ، واللي قادر يتبرع يتبرع للمناطق اللي صار فيها اكثر ضررا بسوريا. سوريا بتستاهل، حرام، مناطق مدمره، شعب ما بعرف شو بدي اقول لك. انا حسيت حالي انا خلصت مهمتي وجيت على لبنان. انا يمكن لسه انت ما بتصدقيني، انت ما راح تصدقيني، بس يا ريت فيي اطلع معك كنت لايف لفرجيكي بدلتي اللي كنت فيها بسوريا ماني قادر اشلحها عن جسمي. ريحه العطر، ريحه الياسمين بعدها على ثيابي، انا بعد بدلتي اللي جيت فيها من سوريا بعدني انا لابسها. هيدا بدله الشرف اللي تبللت بدماء السوريين. نحن جزء لا يتجزا من هذا الموقف. انا قلت لها كلمه لما قمت هيدي المراه وابنها، ما كنت حاسس، ما كنت مصدق قديش انا كنت فرحان وبنفس الوقت قديش كنت زعلان. زعلان على الشهداء، على الاطفال، على الرجال، على المسلمين، على النساء. انا لفتني نظري شغله صغيره، قبل نص ساعه لقيت ساعه محطوطه ام لثلاث بنات حاطين صورهم على الساعه، كتبت على هيدي الساعه ونزلتها على صفحتي. فيك تفوتي على صفحتي، قلت هون وقت عقارب الساعة، وقفة الحياة. بعد الساعة لعينيهم شهداء أم عاطيتهم وحاميتهم لحتى تقدر تحميهم، عم تأذي حالها لحتى تحميهم. بس القدر كان تغلب عليها أكثر وأخذهم هي وياها، هي وياهم. هون الصعوبة. أنا منكر صح، بس أنا عندي إحساس، أنا عندي قلب. صح اشتغلت بضمير، صح ظليتني واقف على جري واسألي بجبلي. انا كل الايام اللي قضيتها هونيك خمس ست ايام لنايم فيهم ساعتين، كنت عم بحاول قد ما فيي انقذ انا والفريق اللي كنا نحن مكلفين من الحكومه اللبنانيه 73 شخص. حسينا، انا مش بقول لك انه حسيت، انا كل شهيد هي امراه امي، كل طفل هو ابني، كل رجل مسن هو بيي. هيدي هي الانسانيه، جبل الدم بالدم. يا جماعه فيقوا، خلينا نوقف هيدا النزيف. ما بعرف، انا ما عارف شو بدي اقول لك. انا بدي اشكرك. لا، حكيت كثير كلام معبر، وهو لن يبقى ضمن اطار الكلام. هو نقلت صور وصور كثيره تترجم ايضا. بدي اشكرك، الله يرحم بنتك ويرحم الشهداء. علي صفي الدين، رئيس مركز الدفاع المدني في صور. شغله صغيره عبري، انا صح جيت على لبنان بس قلبي معهم بسوريا وبجبلي. انا بقول لك هلا وعم اسمع كل المشاهدين اللي عندي من كامل لبنان، من دول عربية، من دول أوروبية، أنا باسمي باسم الدفاع المدني اللبناني وين بينادينا الواجب حنكون. وهلا طفل صغير بسوريا يقول لي أنا بدي إياك تكون حدي، هلا بقطع وبنزل على سوريا لحتى أكون تحت إجرين هيدا الطفل. أنا معكم، أنا حدكم قلبا وقالبا، قلبنا معكم، روحنا معكم، نحن حدكم. شكرا لكل الأعمال الفعلية. وشكرا، يعني المشاعر اقترنت بالعمل واقترنت بالفعل، وأهم من ذلك اقترنت بالسرعة. أنا بشكرك جزيل الشكر. علي صفي الدين، رئيس مركز الدفاع المدني في صور لبنان، شكرا جزيلا لك. شكرا لكل الفريق يلي كان معك وساعد.